ثانية لخالد. ترى أنا ما أحب السجن بس القصة تقول كذي، لأن خالد قبل فعل أبيه وبره، بل أحسن إلى أبيه على شدة ما عانى منه، إلا أنه حافظ على هذه العلاقة الأساسية الإنسانية الفطرية، فحافظ على حبه وإن قسى عليه أو أساء إليه والده. ترى في آباء أيتام يا ناس، سمعتوا عن الوالد اليتيم؟ الأب والأم اللي عندهم بنين وعندهم بنات لكن لا حنان ولا حب ولا قلب صافي. كثير من الآباء يعانون مثل هذه المعاناة، وراح أعطي لها علاج وبعدين أقول لكم شنو صار في قصة ولدنا خالد. علاج سريع لهذا النمط، يا ولدي إذا أنت بعيد عن أبوك، يا بنتي إذا أنت بعيد عن أمك، ومجتمعنا فيه من هذا الأمر، وظيفة وعمل وسفر وانشغال والدنيا والمال والجاه والجيه، وبعدين ولاحق نسينا أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا باب من أوسط أبواب الجنة، باب الوالد. ما هو العلاج؟ 5 خطوات سريعة لمن قسى قلبه على والديه ويريد أن يصفيها من هذه الليلة. 1، المبادرة بالاستغفار والتوبة لأنه ذنب، العقوق ذنب. 2، استخدام مصافي القلب اللي قلنا عنها الأربع الآن حتى يصفو وينظف هذا القلب. 3، نتعبد الله سبحانه وتعالى في والدينا مثل ما سوى خالد. خالد تحمل سجن والده تعبدا تعبدا. شنو صار عقبها؟ الشيء الجميل، خالد طلع من سجن الدنيوي، جاء الاتصال قال دكتور أبشرك، اكتشفت ان امي ما هي ميتة، امي موجودة على الارض. قلت له تعرفها؟ قال والله ما اعرفها، لكن جاني اتصال، اتصلت فيني حرمة، قالت الوالدة موجودة. عقب 22 سنة اكتشف خالد ان امه موجودة، لا يعرف لها شكل ولا شيء. الغريب مو هذا، تدرون وين الغريب؟ قلب خالد قلب صافي مثل قلوبكم. التقوا في محشر كبير مثل هذا، يقول دكتور انا رايح ما ادري من هي امي، هذه امي؟ لا يمكن مو هذه، بس يمكن هذه امي، لا مو هذه الام، طيب ممكن ذيك اللي هناك. تصور لما تكون قاعد بين 70-80 حرمة، يقول سبحان الله يا دكتور، من بين كل هالنساء الطيبات الكريمات كاهي أمي. راح هي طالعة وهي طالعها، هي طالعة وهي طالعها، هي طالعة وهي طالعها، وقفوا قبل بعض، يقول دكتور ما تمالكت نفسي ولا أمي، طلعت أمي من بين كل الحريم، لميتها ولميتني وظلنا نبكي أمام الناس، ما حد يعرف شو اللي صار. الله جمع قلب خالد بقلب أمه لأنه صبر على سجن أبوه. الحقيقة المخرج يقول الوقت خلص، وأنا أقول دكتور عمر في 30 ثانية شو تقول حق جمهوري اللي قاعد وجمهور خلف الشاشة في 30 ثانية؟ أنا لا أرى إلا وجوها نضرة وقلوبا صافية ومحبة تجمعنا. أنا أرى شخصيا لا أجلس على كرسي أو في قاعة، وإنما أرى قلوبا تحتضنني كما أن قلبي يحتضنهم، فحنانيكم على قلبي هو يحتضنكم جميعا. شكرا لقناة الوطن، شكرا لليالي فبراير، شكرا ريح قلبك طاعة ربك، شكرا لدرر، وخليكم مع برامج درر. أطمنكم إن شاء الله خلال 2 شهر راح يأتيكم برنامج حلاتي بحجابي أو نوري بحجابي، نسيت حتى الاسم، لكن حملة نوري اكتمل عن الحجاب السنة الثانية على التوالي إن شاء الله. وإلى نلقاكم إن شاء الله مع برامج أخرى، نقول جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.